ايه ده ايه ده ايه ده اه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ساعة وارجع اشوف ابوك فين. لا خلاص حسام عندي خلاص يا عبد الحمد.
انت شربت العصير دوت وسبته وديته لزياد. بعد ما رقمه خلصت زياد واقع نايم جنب العصير ده. قعدنا نفوق فيه مش راضي يفوق. انا شكيت في الموضوع فاخدت العصير وديته لوالدي دكتور استحاليه. فخده وخد عينه من العصير وعمل تحاليل ولقى ان العصير فيه نسبه عاليه قوي من المخدر كامل الكحول. كمل العصارة. بعد ما تصوب تنطط عليه كسبهم خد ان شاء الله يكسبوا. انا على اي حال اكلم الراجل وجهز الاستراحه وفي اي وقت يبقى عايزين نغيروا جو انا اخده خلاص. الو يا عيسى. يا صاحبي يا بيه اخبارك؟ الحمد لله. اقول لك انا اجي لك كمان يومين كده مع ولاد اخويا. والله تمام. ما تيجي يا ابني اقضي معايا يومين كده. ها عايزهم عشان ايه؟ غيروا جو معاك يعني وكده كمان يومين ان شاء الله. ماشي يا صاحبي اتشرف. يا عم جيب اللي تجيبه وانا تحت امرك. يعني زبط لي الاستراحة كده وبتاع نقضي يومين ان شاء الله حلوين كده ان شاء الله. الجزيرة كلها وبنها كلها تنور والله. يا عم العساوية كلها مستنينك كده. تشرف يا صاحبي. يلا ماشي مستنيك. ماشي تشرف تشرف. ماشي حبيب قلبي الله يخليك. الله يخليك. مع السلامة. السلام. بقول لك كده يا عم خلي علينا غيرهم. بقول لك هم يكسبوا. المهم ان شاء الله يكسبوا. مش المقاطعة ان شاء الله يكسبوا. هنا في حته الدين صاله في مكان شعبي وعايز شويه تصوير بس هتطلع منها نجوم. قلت لك المفتاح بتاع اهوت. ها ان شاء الله تبدا بقى من جديد. توكل على الله. ايوه كده يا عم بقى بتلاقيها بقى. والله يا ابني مش عارف اشكر لك ازاي. بس انا كنت ناوي اعتزل خالص وابعد عن التمرين وابعد عن اللعبه دي. اعتزل علشان ايه يعني؟ خير يا رب. كلنا بنتعرض يا عم لمواقف زي دي وبتعجل. تقول لي اعتزل؟ هي المنطقه دي فين حد؟ المنطقه دي حته جنب بنها بلد ارياف ده كويس. لا 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 الصاله اللي انا بره وكده. والله هي في منطقه شعبيه جنب المجمع كده تقريبا. مجمع الرضا؟ مجمع الرضا. بس يعني طبعا انت حواليك ناس بقى الناس الشعبيين دول اللي هم. طب بص بخلي بالك من العيال وهي معاك. ايوه خصوصا الواد مو. انا بقى ما بخافش الا بالواد مو. الواد ده شقي قوي وعينك عليه. ايوه خلاص. انما الواد عبده دي بقى انا بحبه عشان رومانسي بقى هادي كده وفي نفسه كده طول ما احنا ماشيين البنات تقعد تعكس ده واللي ترمي عليا ورقه واللي ترمي عليا. خلي بالك منهم بس يا محمد.
خلاص ماشي ربنا يسلمك ونبقى مع بعض ان شاء الله على تليفون.
الجيران ولاعها، ودي لك كلمة خلاص اسمعها، كنت أمير زماني. من تاني بقول لكم إيه العالمي، قلت لك كلمة خلاص اسمعها، إيه العالمي، أيوة إحنا الليلة هنولعها، إيه العالمي، قلت لك كلمة خلاص اسمعها، إيه العالمي، أيوة إحنا الليلة هنولعها. طب علي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، طب وطي الصوت، وطي الصوت، وطي الصوت. اللي هينزل اللي هنادي على اللاعب مره مش جاهز؟ ايوه كلنا سكوتك ايه؟
سخن يلا سخن. خدت اللحمة. دم. بتقوم تكون جايب جنبي كده هنا. بص كده يا عبده. بص كده ده. العب. شايف يا نور هنا بقى ايه؟ هنا بقى الناس الطيبه. شايف الخضره الفلاحين هنا والناس هنا الطيبين دايما على طول امان. هنا الامن والامان وهنا تعيش حياتك وانت مبسوط وانت مطمن. هنا بقى عبده الناس طيبين هنا مفيش حد بتعدي على حد يعني تعيش بامان وبراحتك والناس طيبين كده على حد ولا بفتري على حد. اسمك يلا
باين عليهم ولاد ناس هيدفع فيهم فلوس كتير. هو في حد تاني كان معاهم؟ اه كان معاهم عيل صغير مش عارف. اللي بيقول عليه التاني هاتوه، دوروا لي عليه هاتوه بسرعة بسرعة. اصحى بقى وروق بالك شوف رسمي اتغير حالك. الدنيا بتحكي كتير حكايات احلى مشاهد وتريكات. الدنيا بتحكي كتير حكايات احلى مشاهد وتريكات. روق الليله نسهر سهره جميله مع الثلاثه العظمى عمرها ما تطلع عويله. مع الثلاثه العظمى عمرها ما تطلع عويله. انا عندهم بطوله بعد بكره كده غلط. خلي صوته اه ما تعمل صوته خلي في الاول كده ما اكيد بس العب انا بقى بقى خلاص عم خليك اهو ايه هاتوا متفرج عليه تاريخي قدام تاريخي قدام تاريخي بر مش خلاص كده بس ولا اصل احنا خايفين نجي لك يا كابتن. خايف انت من كابتن. الو الو سراد تمرين بعد ما كان ب 1000 جنيه بقى ب 100 جنيه.